هو مش عارف ان هيروح لربنا، مش هيلاقي محمد بديع جنبه ولا قيرت الشاطر، هيتدفن في متر في متر. نجيب له ايه اكتر من 33 مليون في الشارع؟ ما بيشوفوش، ما بيشوفوش. امي مش عارفين اللي حصل في البلد بسببهم. قعدوا يتكلموا عن مؤامرات، بيكلمني عن ايرادات في الخارج والداخل. هو اللي بعت لي بريد وبعت لي اوباما ويحتمي بامريكان. هذا الرجل، ما فيش راجل قاعد في الدنيا رئيس جمهورية يطلع يدعمه يحس انصاره عليه رعب. هو عاوز يقتتل صباحا. كل دم حرام، كل دم يتعصب حصل حرام. وصعب انا محمد مرسي عيط طالما يا جماعتي غير ما يمشي محمد مرسي. ما فيش وطن شريف غير ما يخرج في المدينة. احنا لو اردت نخرج الناس للمهدي ما كناش هنعرف نخرجهم زي ما محمد مرسي عمل. ايه العمل ده؟ ايه الجنرال ده؟ دي مؤسسة صاحبة 7000 طن حضارة. حرام عليهم. ايه الجنان اللي شفناه ده؟ ايه الهبل والجنان ده؟ انا بقول لكل المصريين لو فيكوا راجل شريف بيحب هذا الوطن عليه اللي ينزل الشارع ما يرجعش غير لما محمد مرسي يمشي. كنا بنقول لحد امبارح او من ساعات عليه ان هو، انا خايفه عليه ان هو استاذ ايهاب. استاذ ايهاب ثواني بس عشان خاطري. عليه ان هو، انا خايفه بس عليه. يدعو الانتخابات. هذا الرجل انتهى وجماعته انتهت. انا خايفه عليه. ومصر مقبره الارهاب والتطرف. انتهت خلاص. اكذوبه الاسلام عشان انت عندك القلب يا ايهاب. ما شفناش راجل منهم من قاداتهم يموت في الشوارع. يطلع هو هتموت كده، هتموت كده. هيبقى في مواجهه مين؟ ما يستاهلش. هيبقى في مواجهه الجيش والشرطه والشعب. يجيب له ايه اكتر من 33 مليون عشان خاطر ايه ده؟ انا خايفه عليك والله. ما عندوش دستور وحرسه. ايه ده بس؟ يوم ما عمل ايه على الدستور؟ حرام 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 حرام. طب خلاص خلاص، ممكن تهدى عشان خاطري؟ خمس دقايق صمت. اهدى، اصل انا خايفه عليك. مش مستاهله الحكايه. مش مستاهله، مش مستاهله. اهدى. طب خلاص طب خلاص خلاص. والله مرسي ما يستاهلك تروح فيه. طيب نطلع لفاصل. ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع لفاصل. ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع بقول اطلع لفاصل. اطلع لفاصل. ما يستاهلش تطلع تروح فيه. ايه اللي حصل في مصر؟ But we do not accept hate speech. Peace and security. Peace and security. Peace, security. From peace and security to peace and security. 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 Peace, security. Peace, security. Peace and security for the world, for the whole world. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations, a new world order. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. It is a big idea, a new world order. Peace and security. Peace and security for the world. So you keep your mouth shut. When we are successful, and we will be.